بزاف التواجد ديال اول مره في شي ايفينمون بحال هذا، واحد فونت بريفي اللي عرضت لينا عليها عرضتنا عليها صاحبتنا فرح الفاسي. دونك عشنا دي مومون زوينين بزاف، تقاسمنا بزاف الفرحه مع الناس، ولحد الان باقي كندوز دي مومون زوينين. بالعكس التعليقات كيبين، غير ان الخدمه ديالي يعني خدات يعني هي هذيك راه غاده في الطريق فوالا. دونك ما عندي حتى شي حاجه اليوم خايبه، زعما بالعكس كنقول ما ادام الناس تفاعلوا مع البيرسوناج وكيعلقوا عليه الا ورا قاس فيهم شي حاجه. بغيت نصوت غنصوت ان شاء الله غنصوت. بغينا نصوتوا فوالا، بغينا نصوتوا صافي. كنقول لكم شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، على الحب ديالكم، على لي ميساج ديالكم. هادشي كله غير شي حاجه زوينه اللي كتزيد بينا للقدام فوالا. عليك انا ندوزت عرضوا عليا هاد لافونت بريفي، و فرح الفاسي دارت هاد الاقتراح، و كونتوني دو العلاقه اللي ربطتنا في سلامات. سيتي افيك بليزير اللي جيت، اولا كنت باغي نعاود نشوفها، ثانيا بغيت نجي ندير التجربه. الحمد لله كنقول على لا فورماسيون اكاديميك، حيت كتعطيك واحد لي زوتي اللي بصح كيخليوك تلعب ما بين الشخصيات اللي مختلفه عليك، وكنقول الحمد لله على لومباتي ولوفيرتور ديسبري اللي كتخليني كمان بحال كنشكر راسي، اللي كتخليني انني نقدر نحس بزاف الناس اللي مختلفين بيا لدرجه انني نقدر ندمجهم في شخصيتي ونلعبهم. شكل كان داسي تيميد، انا شويه كنحشم و كنفضل الشخصيات ديالي يبانوا اكثر مني. عندي دابا مسلسل كله وطريقه كيدوز كل الاربع في الاولى مع العشره، وعندي واحد لون ميتراج سميتو باي باي لا فرانس اللي غادي يخرج ان شاء الله دون با لونتون. كنفضل نخلي البيرسونيل. لا نو ام سوري. هاد العام بعدا غنصوت، هاد العام غادي نصوت. كاينه الرغبه في انني ندمج اكثر في المستقبل ديال بلادي. بيان سور بغيت سيتي با فاسيل مع هادشي ديال كوفيد اللي وقع، فهمتي ايكونوميكمون بوليتيكمون على ليشيل انترناسيونال سيتي با فاسيل، دونك تضروا بزاف ديال الميادين، و غنبغي بصح تكون عندي واحد المشاركه اللي نحس براسي انا كندير واحد الخطوه باش نتعاونوا كلنا نخليو البلاد تزيد لقدام. صراحه بوركوا با، غير ماشي انا ماشي انسان اللي شويه معكاز في هذا الشيء، فهمتي ما كنبحثش، دونك الا جات شي حاجه وعجبتني بوركوا با، مي بوركوا با اكزاكتومون، فهمتي هذا الشيء اللي كاين. كنشكرهم بعدا بزاف على الحب ديالهم ولي ميساج اللي كيوصلوا لي، وكنتمنى لهم بزاف الحوايج زوينين ان شاء الله، وليكم انتوما.